نسبة التجذير عالية جدا، في مجموع خضري تمام كويس السلام وفي عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واخواتي على قناة زراعة اونلاين. حلقتنا النهاردة هتبقى على نبات الجهنمية وكيفية الاكسار وطرق الاكسار المتعددة لنبات الجهنمية وافضل الطرق، وازاي بعد ما تتم عملية الاكسار بنجاح ان شاء الله، ازاي عملية التسميد، مواعيد اكسار الجهنمية عن طريق العلا الخشبية بيبقى في اشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر وشهر مارس وشهر ابريل. طبعا الاشهر دي بيبقى درجات الحرارة فيها قليلة شوية وبتبقى الجو صالح ان احنا نعمل اكسار لنبات الجهنميه عن طريق العلا الخشبيه. اما عن طريق العلا الطرفيه فزي ما ذكرت لحضراتكم في اول الفيديو بيبقى من بدايه فصل الربيع الى نهايه فصل الصيف، مع وجود نسبه تظليل فوق النبته او نخلي اشعه شمس غير مباشره بتوصل للنبته عشان عمليه البناء الضوئي للنبات تتم بنجاح. نبات الجهنميه من النباتات المعمره دائمه الخضره طول السنه، ليها العديد من الازهار. نبات الجهنمية في منه النوع اللي هو المتسلق اللي هو زي النوع اللي هنعمله تكاثر النهارده، وفي النوع اللي هو القزم الطول بتاعه بيتراوح بين متر ونص ل 2 متر بالالوان بتاعته طبعا المتعارف عليها. ممكن نعمله اكسار عن طريق العقلة الطرفية اللي هي زي العقلة دي اللي هي طرف الجهنمية، ودي طريقة ناجحة جدا جدا ودي بتتم في فصل الربيع وفصل الصيف. وممكن نعمله تكاثر عن طريق العقلة الخشبية اللي هي زي دي، ويبقى سمكها سمك القلم الرصاص او اسمك شويه. كل ما كان سمك العقل اكبر كل ما كان نسبه نجاحها اكتر، لان العصاره بكل بساطه بتبقى فيها نسبه العصاره اكبر، والطول بتاعها بيتراوح من 15 ل 20 سنتي. وهنشوف مع بعض ازاي ناخد العقله بتاع نبات الجهنميه. هنختار عقله بالشكل ده زي ما وصفت لحضراتكم وزي ما شرحت. هنقص قص مستوى من تحت زي ما حضراتكم شايفين كده، وبننظف العقله بتاعتنا من البراعم اللي هي الجانبيه، وبنراعي في العقله بتاعتنا ان هي يكون فيها اكتر من برعم، يعني برعم او اتنين او تلاتة. طبعا قص مستوى من الاسفل وقص مايل من فوق، والقص المايل من فوق ده لسبب معين ان الرذاذ بتاع المايه لما بينزل ما يترسبش على العقله من فوق ويحصل لها تعفن. طبعا انا عندي هنا 1 2 3 4 براعم تمام عشان يطلع منهم النموات الجديده. بننزل 3 سم او 3 سم ونص من التربه الاسفل مع مراعاه ان احنا نستخدم هرمون تجذير بالنسبه للعقل الخشبيه. اهم جدا هرمون التجذير بالنسبه للعقل الخشبيه، لان نسبه نجاحها بتبقى ضعيفه جدا بدون استخدام هرمون تجذير. اي هرمون تجذير انا هسيب لحضراتكم لينك لهرمون تجذير انا بستخدمه في الجهنميه وناجح 100% معايا، ونسبه التجذير بتاعته ما شاء الله. العقله دي بيتم التعامل معاها من خلال حضانات كبيره، انا هنا في المشتل بستخدم حضانات كبيره وبزرعها في الاكياس. طبعا عند حضرتك في المنزل هتستخدم القصيص وتغطيها بكيس بلاستيك مع استخدام الهرمون بتاع التجذير، ومن 30 ل 35 يوم بنبدا نكشف على النبات بتاعنا، ان شاء الله بيطلع براعم وان شاء الله بيجزر معاكم. التربه المستخدمه في نبات الجهنميه التربه الهشه، نسبه الرمل بتاعتها بتبقى اكتر من نسبه التربه الطينيه بالشكل ده، لان نبات الجهنميه بيحب التربه اللي هي جيده الصرف. وبنبدا نروي التربه بتاعتنا بالطريقه دي، لحد ما تتروي التربه بتاعتنا تماما، ونستخدم كذا عقله، يعني نقطع عقله واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ونحطهم في قصيص واحد، مفيش اي مشكله خالص، بحيث ان لو في عقله ما نجحتش العقله الثانيه تنجح معاك. بنبدا نسقط العقله بعد ما نغمسها في اي هرمون تجذير، اي هرمون تجذير حضرتك، القرفه بالعسل، هرمونات التجذير اللي هي الجاهزه، مفيش اي مشكله خالص. وهسيب لحضراتكم اللينك بتاع هرمون التجذير اسفل الفيديو في الوصف، وبغرس العقله زي ما حضراتكم شايفين كده من 3 سنتي ل 3 سنتي ونص اسفل التربه بتاعتي، وبغطيها بكيس بلاستيك مغلق الاحكام عشان ما يحصلش نسبه تهويه للعقله والعصاره وتفقد العصاره بتاعتها. اغطيها وهلف الكيس باي بلاستر او اي ماده لازقه او اي شيء يكون، يعني اهم حاجه ان مفيش نسبه تهويه توصل للعقله. وبختبرها كل فتره كده، لو عايزه ميه بديها نسبه الميه بتاعتها، وبهويها من كل اسبوع كده بهويها شويه بحيث ان هو ما يحصل لهاش تعفن. وهنبدا اعزائي المشاهدين نكشف على النفق بتاعنا بتاع الجهنميه عشان نشوف نسبه النجاح بتاعته والتجذير بتاعه، هل هو جزر ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا زي ما حضراتكم شايفين كده في مجموع خضري، لكن انا ما يهمنيش المجموع الخضري قد ما يهمني المجموع الجذري. فهنبدا نفتح كده بسم الله من 30 ل 35 يوم زي ما قلت لحضراتكم، ببدا اكشف
على النفق واختبر اذا كان في تجذير ولا لا. ابدأ كده اخد اي شتلة من الشتلات اللي هي اللي عاملة مجموع خضري عشان اشوف نسبة التجذير فيها عامل ايه. بسم الله ما شاء الله في مجموع خضري تمام كويس مفيهوش اي مشكلة. وهنبدأ نشوف المجموع الجزري عن طريق قطع الكيس كده، هنبدأ نقطع الكيس ونشوف التجذير ونسبة التجذير عاملة ايه. زي ما حضراتكم شايفين كده بسم الله ما شاء الله نسبة التجذير عالية جدا، يعني كده النبتة ما فيهاش اي مشكلة، اصبح عندنا مجموع جزري وعندنا مجموع خضري. فنبدأ نعرض الشتلة بتاعتنا او العقلة بتاعتنا، هي كده اصبحت نبتة سليمة عندي 100%. هبدأ اعرضها للشمس بالتدريج. لو عامل كمية وعندك محلول فطري او مبيد فطري رش مبيد فطري عشان لو في عفن ولا حاجة على الورق. بعد كده هتبدأ تشيل التظليل ده بالتدريج بحيث ان هو يتعرض للشمس بالتدريج مش بطريقة مباشرة عشان ما يحصلش حرق للورق او يحصل تلف للنبتة. طبعا بعد ما شفنا نسبة التجذير ما شاء الله والمجموع الخضري نجحت معانا عملية الاكسار بتاع نبات الجهنمية. التسميد بتاع نبات الجهنمية في فصل الشتاء بيبقى بإضافة السماد العضوي، اما بالنسبة لفصل الصيف بنتعامل بالان بي كي شهريا او إضافة العناصر زي الحديد او المغنيسيوم او الكالسيوم. كل العناصر دي مفيدة لنبات الجهنمية، وزي ما ذكرت لحضراتكم نبات الجهنمية ما بيحبش الماء الكتير او بيحب التربة جيدة الصرف. اتمنى يكون عجبكم الفيديو النهاردة، ولو انت لسه مش مشترك في القناة اشترك معانا عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.